موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى وقرن في بيوتكن، أي اقررن فيها لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عموما وبجزئيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات. وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ثم أمرهن بالطاعة عموما فقال وأطعنا الله ورسوله، فيدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به أمر إيجاب أو استحباب. إنما يريد الله، أي بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه، ليذهب عنكم الرجس أي الأذى والشر والخبث أهل البيت، ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبين لهن طريقة، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمرهن بذكره، وهذا يشمل ذكر لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله، يعني تلاوة القرآن وتدارسه وتعلم أحكامه. إن الله كان لطيفا خبيرا، يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازات الله تعالى على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويربيه أو يريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. في الآيات الأمر للنساء بالقرار في البيوت، فحجاب المرأة الأكبر البيت، فلا تخرج من البيت إلا لحاجة كشراء أو نحو ذلك من طعام وشراب أو غيره، وإذا خرجت اشترط أن تخرج محجبة.
وأن تترك التطيب والبخور أو غير ذلك مما يكون سببا في لفت نظر الرجال إليها. حتى إذا خرجت للصلاة، وإذا خرجت مثلا لصلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وكذلك في الصلاة لا تمنعوا نساءكم المساجد، قال وبيوتهن خير لهن، مع أنها تخرج إلى المسجد، تخرج إلى الصلاة، ولكن البيت أفضل لها من أن تخرج لتصلي خلف الإمام، فكيف بمن تخرج بلا فائدة وتخرج بلا حجاب وتخرج متبرجة أو متعطرة؟ فكل هذا من المخالفات والأمور المحرمات التي أدت إلى فساد المجتمعات. وما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ أن تخرج المرأة بين الرجال، تخرج تظهر شعرها وتظهر موضع القلادة من عنقها ونحو ذلك. وإذا ما قارنا هذا الحال بالحال الذي نحن عليه، ظهر فرق كبير بين تبرج الجاهلية الأولى وتبرج الجاهلية التي صار كثير من الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك على الرجال القيام بالواجب عليهن نحو البيوت، نحو النساء، نحو البنات، لأنك مسؤول عنهن يوم القيامة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أو الملابس الخفيفة الشفافة أو الملابس القصيرة، ولا يجوز لها أن تظهر شعرها ولا أن تظهر قدميها أو غير ذلك مما اتفق العلماء على وجوب ستره وعدم جواز إظهاره. ولنا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. وهذا أيضا من الواجبات على المرأة. أهل الضلال والنفاق الذين يقولون هذا الأمر بالقرار في البيت وعدم التبرج هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الصلاة والزكاة أيضا خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا أمر لعموم الأمة في شخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، الأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونهيا عنه، وهذا سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا يدل على أن القيام بهذه الأوامر وبما أمر الله عموما وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عنه من أعظم أسباب التطهر والزكاة للنفوس والقلوب والأخلاق والأعمال في الدنيا والآخرة. كذلك فيها الأمر بتعلم آيات الله وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليت يعني البيوت يعني تظهر فيها وتؤدى فيها هذه المعاني، أن يتدارس أهل البيت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بصورة مختصرة ميسرة، أن يسمع أهل بيتك شيئا من كتاب الله ومن تفسيره ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.